في الثلاثينات من القرن العشرين كانت ذكريات الحرب العالمية الأولى بكل مآسيها حاضرة في الأذهان، ولم يكن أحد في أوروبا يريد لهذه المآسي أن تتكرر. ولذلك كانت هناك محاولات حقيقية للحد من حجم الآلة العسكرية في أوروبا. ومع ظهور هتلر واندفاعه الشديد نحو الحرب، بات لزاماً على بريطانيا أن تعيد تسليح قواتها، وقد بدأ ذلك عام 36. كانت بريطانيا تملك طائرات حديثة في سلاحها الجوي، إلا أن القوات الجوية العاملة في فرنسا كانت أضعف من أن تواجه هجوماً واسعاً. كنا نصاب برعب شديد أحياناً ونخشى أن نصطدم بأحد، وعندما يطلقون علينا النار كان الأمر يبدو كالصعقات الكهربائية التي تشبه المصابيح الملونة وهي تمر من فوق جناح طائرتك. عندئذ تدرك أن أحدا يطلق النار عليك. ولكن ما نحاول أن ننساه هو أنه مقابل كل طلقة تراها هناك 4 طلقات لا تراها، لأن الطلقة الأولى التي تحدد الهدف هي التي تظهر للعيان لأنها مضيئة. كان ظهور طائرة شتوكا في الجو كافياً لإثارة الرعب، لأن ظهورها كان مقدمة للهجوم الواسع، فتكون النتيجة مذبحة لا محالة. وكلما كانت تظهر كان يقال لقد بدأت حفلة شتوكا. كان في فرنسا 6 أسراب من طائرات الهاريكان عند بداية الحملة عليها، لكن الفرنسيين كانوا يطلبون المزيد ويقابل طلبهم بالرفض، والحجة أنه لو سقطت فرنسا وكان ذلك محتملا فأن بريطانيا ستسقط هي الأخرى، لأنه لن يكون هناك طائرات مقاتلة للدفاع عنها في حالة الاستجابة لطلب الفرنسيين. لم تكن النجاحات القليلة للقوات الجوية البريطانية كافية لوقف تقدم الألمان، فقد حصرت القوات الاستكشافية البريطانية مع بعض القطاعات الفرنسية في جيب صغير حول دنكرك، وكادت هذه القوات أن تباد برمتها لولا حدوث المعجزة، حيث أمر هتلر بشكل مفاجئ بوقف هجوم دباباته. أثناء وجود القوات البريطانية في دنكرك، أدركت القيادة البريطانية أنه لا بد من حماية القوات المتمركزة على الشواطئ، فقد كانت هذه القوات تعبر عن استيائها الشديد من عدم وجود الطائرات الكافية لحمايتها، وهذا بحد ذاته أوجد مشكلة تحتاج إلى معالجة سريعة من قبل القيادة العليا. في الحقيقة كانت هناك 3 أسراب قامت بهذا الدور، لكنها لم تكن كافية، ومع ذلك تكبدت القوات الجوية والأرضية خسائر كبيرة، لكن تدخل الطائرات المقاتلة سهل عملية إخلاء موقع دنكرك. كان القائد الألماني غورينغ يعتقد أن ضرب القوات البريطانية من الجو يمكن أن يؤدي إلى استسلامها، لكن ذلك لم يحدث،
كانت خسائر القوات البريطانية أقل بكثير مما توقع غورينغ. وبالرغم من إرغام القوات البريطانية على ترك معدات ثقيلة في فرنسا، إلا أن هذه القوات أخليت إلى بر الأمان من سواحل دنكرك إلى بريطانيا. كانت طائرات سبيتفاير وطائرة الهاريكان مثل التفاح والبرتقال، الاثنان فاكهة لذيذة لكن الطعم مختلف. فقد صممت طائرة الهاريكان للعمل على ارتفاعات منخفضة تصل من 17 إلى 18 ألف قدم، بينما صممت طائرة سبيتفاير لتعمل على ارتفاعات أعلى تصل من 25 ألف قدم إلى 30 ألفا. كانت هذه أول مرة تشتبك فيها الطائرات الألمانية مع طائرات من نفس المستوى وفي ظروف متشابهة. ورغم أن القوتين الجويتين تكبدتا خسائر جسيمة في معركة فرنسا، إلا أن السيطرة الجوية ظلت بيد الألمان. ويبين هذا الشريط الوثائقي الألماني النادر طائرات سبيتفاير وهي تطير على ارتفاعات منخفضة فوق أبنية ومنشآت مطار ألماني في الساحل الفرنسي عام 1940. كان المصور الألماني الذي صور هذا المشهد سريعا إلى درجة لا تصدق في متابعته لهذه الطائرة فوق المواقع الألمانية. كان الهدف من بث هذا الشريط استغلال القيمة الدعائية لسقوط طائرة سبيتفاير بعد إصابتها فوق الشواطئ القريبة. كانت طائرة سبيتفاير تتميز بالسرعة والقدرة على المناورة، وبالرغم من منظرها الجميل إلا أن تسليحها كان ضعيفا، فقد كانت الرشاشات موزعة على الأجنحة، وكانت كثافة النيران أقل مما يجب أثناء الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك كان عدد هذه الطائرات المقاتلة لا يتجاوز 230 طائرة في تموز من عام 1940، وقد وزعت هذه الأعداد القليلة على قواعد مختلفة في الوقت الذي كان يجب فيه أن تتكثف قدرتها لتكون في مواجهة الهجوم الألماني في جنوب شرق إنجلترا. ربما كانت طائرة سبيتفاير جيدة وفعالة، لكن شهر تموز من عام 1940 لم يكن وقتا مريحا لقيادة القوة الجوية البريطانية. أثناء الحرب العالمية الأولى أدت الغارات الألمانية إلى مقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، واستثمر الحلفاء انتصارهم عند صياغة معاهدة فرساي لمنع الألمان من امتلاك قوة جوية، وتعزز ذلك في اتفاقية دولية وقعت في مؤتمر عقد بواشنطن للحد من التسلح عام 1922. وقد جاء في البيان الختامي لهذا المؤتمر ما يلي: يمنع القصف الجوي بهدف إرهاب المدنيين وتدمير الأملاك الخاصة ذات الطبيعة غير العسكرية أو إيذاء السكان غير المشاركين في الحرب. اتفقت كل القوى الرئيسية في العالم على عدم القيام بهجمات على المدن غير المحمية أو أي أهداف أخرى قد يتضرر فيها المدنيون. ولسوء حظ سكان كوفنتري ودريسدن فقد هذا الكلام الجميل معناه عام 45. التزمت الأطراف المتحاربة بمقررات مؤتمر واشنطن ومعاهدة فرساي في الفترة الأولى من الحرب العالمية الثانية. على سبيل المثال، كانت الطائرات المقاتلة البريطانية تركز هجماتها على الأهداف العسكرية، وكانت تطير فوق المدن الألمانية بما فيها برلين.
كان الهدف من هذه الطلعات إلقاء النشرات الدعائية واكتساب الخبرة في الإغارة، ولم تقم قبل هذا الوقت بأي غارة حربية على أي أهداف مدنية ألمانية. أما النشرات الدعائية التي ألقيت فوق المدن فلم يكن لها أي تأثير. كنا نطير في أوقات محددة، وكان زمن القتال قصيرا. كان همنا أن نتلافى الاصطدام في الجو لكثرة الطائرات، وفجأة تخلو الأجواء من الطائرات فتبحث عن رفيق في طريق العودة إلى القواعد ولا تجد. في بعض الأحيان تكتشف أنك ترافق تشكيلا للأعداء، ولحسن الحظ تكون في المؤخرة ولا يراك أحد. أنا مثلا كنت أجد نفسي فجأة مع قائد التشكيل، وكأننا نبحث عن بعضنا البعض في الجو، مع أن الأمر لم يكن كذلك. كنت دائما أنظر حولي فأجد طائرة، وبالمصادفة تكون طائرة الآمر. التزم الألمان كذلك بالتركيز على الأهداف العسكرية والتمارين الدعائية كهذه التي يقوم بها طاقم طائرة هاينكل 111 التي استخدمت فيما بعد بشكل مدمر فوق لندن. نحن نتحدث الآن عن معركة مختلفة عن معارك فرنسا وبولندا، إنها معركة بريطانيا التي لا تنفع فيها الحرب الخاطفة ذات المدى القصير. وعلى ضوء ذلك قام الألمان بنشر قوتهم الجوية بطريقة تلائم حرب استنزاف طويلة الأجل. في 16 من تموز وقع هتلر أمراً تضمن خططه لغزو بريطانيا، وكلفت القوة الجوية الألمانية بسلسلة هائلة من المهام، من بينها تدمير الدفاعات الساحلية البريطانية، ووقف الملاحة في القناة الإنجليزي، وضرب المطارات وأهداف داخلية أخرى فيما بعد. كانت الوحدتان الجويتان الألمانيتان الثانية والثالثة متمركزتين في فرنسا وبلجيكا، وكانت القيادة الجوية الألمانية تعرف بشكل جيد المدى القصير لطائراتها، فالتوغل العميق في الأجواء البريطانية يعني وقتا أقل للقتال الفعلي. وكانت القوة الجوية البريطانية حقيقة عقبة كأداء في طريق تحقيق الأهداف الألمانية، ولذلك كان القادة الألمان يركزون على تدمير أكبر عدد ممكن من الطائرات المقاتلة البريطانية. يمكن اعتبار المعارك الجوية التي جرت فوق القناة الإنجليزي في صيف عام 1940 مقدمة لمعركة بريطانيا الفعلية، وقد استهدف الألمان من وراء هذه المعارك تعطيل الملاحة في القناة، واعتبرت ذلك شرطا لبدء عملية أسد البحر، والتي كانت عبارة عن هجوم برمائي على جنوب إنجلترا استهدف على نحو استراتيجي شل شبكة المواصلات البريطانية. وقد امتدت المعركة من مطلع حزيران بعد سقوط دنكرك بفترة قصيرة إلى مطلع آب، وخلال هذه الفترة هوجم حوالي 26 هدفا بحريا، وجرت اشتباكات جوية عنيفة. في 10 من تموز بدأت معركة القنال عندما قامت طائرات شتوكا الألمانية بتدمير مدمرتين بريطانيتين غير مستعملتين، وبعدها أصبحت صفارات الإنذار تسمع بشكل متكرر معلنة عن غارة جوية على أهداف بحرية. ويذكر هنا أن جميع طياري شتوكا تلقوا تدريبات خاصة على كيفية مهاجمة السفن، لأن تقدير الارتفاع فوق البحر أمر في غاية الصعوبة.
كانت الخسائر في طائرات شتوكا الألمانية خفيفة مقارنة بدورها الحيوي في القتال. ففي نهاية شهر تموز أجبرت قيادة القوات البحرية البريطانية على منع المدمرات من الإبحار في القناة الإنجليزي في النهار ونقل ما تبقى من السفن إلى أماكن آمنة. خلال صيف عام 1940 حشدت القوات الجوية الألمانية كامل قوتها لتدمير قدرات القوات الجوية البريطانية. كلف القائد الألماني غورينغ بتدمير الطائرات البريطانية في جنوب إنجلترا. كان واثقاً من تحقيق النصر. وفي تموز من نفس العام كان عدد طائرات القوة الألمانية يفوق عدد الطائرات البريطانية بنسبة 4-1. في أول مرة رأيت فيها طائرة معادية كان عدد طائراتنا 12 مقابل أكثر من 300 طائرة ألمانية، وكانت ميزتنا في ذلك أن قلة عدد طائراتنا تعني أن الأهداف المتاحة لهم لإصابتها قليلة. كانت هذه أول معركة جوية استراتيجية كاملة الأبعاد عرفها العالم، وكانت هذه أول مرة أيضا تواجه فيها القوة الجوية الألمانية قوة أخرى على مثل هذه الدرجة من القوة والنوعية. كانت طائرة الهوريكان مسؤولة عن معظم الخسائر التي تكبدها سلاح الجو الألماني خلال معركة بريطانيا. كانت طائرة الهوريكان أبطأ من طائرة سبيتفاير وأقل منها قدرة على المناورة، لكنها كانت العمود الفقري للقوة الجوية في معركة بريطانيا. فبينما كانت طائرة سبيتفاير تتصدى للطائرات الألمانية المقاتلة، كانت طائرة الهوريكان تتعامل مع القاذفات. أما النتائج فكانت جيدة جدا فيما يتعلق بدور الطائرتين. من الطائرات التي اكتسبت شهرة كبيرة في الحرب طائرة سوبر مارين سبيتفاير التي لعبت دورا حاسما في الحرب، وقد وصفها أحد الطيارين بقوله: كان الركوب فيها يشبه ارتداء لباس مألوف لديك. لقد استهلت معركة بريطانيا بأربعة أيام من القصف الجوي المكثف على السفن والمنشآت الساحلية البريطانية. خسرت خلالها القوة الجوية الألمانية 31 طائرة، بينما خسرت بريطانيا 16. وفي 12 من شهر آب ركز الألمان على منشآت الرادار الرئيسية ودمروا 22 طائرة بريطانية. أما خسائرهم فبلغت 11 طائرة، وإذا استمرت الخسائر على هذا النحو فإن سلاح الجو البريطاني سيخسر المعركة. لقد قدمت الهجمات الألمانية ضد القواعد الجوية البريطانية أسباباً قوية لإعادة تقييم الأوضاع على ضوء معطيات المعركة. كان الطيارون ينتزعون الرصاص العالق بأجسام الطائرات بعد الاشتباكات ويثبتونه بقطعة من الفضة على أساور التعريف بالهوية التي يلبسونها كتعويذة تجلب الحظ. كنت أتمنى الحصول على واحدة، لكن طائرتي لم يعلق بها شيء من هذا لأنها لم تصب، وبالتالي لم تتحقق أمنيتي. بالرغم من الخسائر التي تكبدها سلاح الجو البريطاني، إلا أن خسائر القوة الجوية الألمانية وصلت إلى معدلات مخيفة،
الأمر الذي أجبر الألمان على سحب القاذفات من الخطوط الأمامية في 19 من آب لتهيئتها للاجتياح القادم. لكن الانتظار كان طويلا. كانت طائرة شتوكا دقيقة في أهدافها ومرعبة في هجومها، إلا أنها كانت تحتاج إلى ظروف جوية آمنة، وعندما كانت تحرم من هذه الظروف تضعف قدراتها. في أواسط آب من عام 1940 لم يعد الألمان يملكون تفوقا جويا. ويقول دكتور نايل بار: كانت طائرات شتوكا تنقض على هدفها وتصعد من جديد، وعندها كانت سرعتها تصبح بطيئة إلى درجة أنها أصبحت هدفا سهلا للهاريكان وسبيتفاير. ونتيجة للخسائر الكبيرة قررت القيادة الألمانية سحب هذه الطائرات من المعركة. وفي هذه الأثناء ارتكب غورينغ أول خطأ من سلسلة الأخطاء التي تتابعت فيما بعد، عندما نشر القاذفات في أماكن متباعدة بدل الاستمرار في مهاجمة وتدمير سلاح الجو البريطاني، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة قدرت ب 24 طائرة قاذفة مقابل 14 طائرة للبريطانيين. والأكثر أهمية هنا أن المطارات البريطانية لم يلحق بها خسائر تذكر. لم يكن القائد الألماني غورينغ يملك القدرة على إدارة معركة بهذا الحجم، فقد كان دائما يبحث عن نصر سريع دون توفر الأدوات اللازمة لذلك. لقد غير أهدافه عدة مرات، من الأهداف البحرية إلى مصانع الطائرات والرادارات، وأخيرا إلى لندن نفسها. لم يكن غورينغ قادرا على اتخاذ القرار الحاسم في الأوقات الحرجة. كانت الهجمات الجوية الألمانية على المطارات البريطانية غير دقيقة بسبب ضعف المعلومات الاستخبارية، وكثيرا ما تم قصف أهداف لم يكن لها وجود على أرض الواقع. ومع مرور الوقت كانت خسائر بريطانيا من الطائرات تزداد، لكن خسائر الألمان كانت أكثر بكثير. فبين 13 والثامن عشر من آب كانت خسائر الألمان 350 طائرة، بينما خسر البريطانيون 170. وكان لسحب طائرة شتوكا من المعركة تأثير سلبي على القوة الجوية الألمانية، كما أن طائرة بي اف 109 كانت تواجه صعوبات في الإمداد. كانت طائرة ميسرشميت 109 اي من أفضل الطائرات في معركة بريطانيا من حيث قوة النيران والقدرة على المناورة، لكن نقطة ضعفها تتمثل في عدم المرونة عند الاستدارة الحادة، وكان ذلك عيبا في التصميم بعكس طائرة سبيتفاير البريطانية. ومع ذلك كانت طائرة ميسرشميت 109 اي مؤثرة للغاية، وتسببت بصداع مؤلم لمخططي القوة الجوية البريطانية خلال هذه المعركة. أما الدكتور سايمون ترو فيقول: عانت طائرة ميسرشميت أيضا من عيوب حقيقية كالمدى وخزانات الوقود الصغيرة، ونتيجة لذلك لم تستطع البقاء في الجو أكثر من بضع دقائق قبل أن تعود إلى قاعدتها، وخاصة إذا كانت أهدافها بعيدة مثل لندن. وإذا أصيبت بخلل ما كانت تواجه صعوبات كبيرة، وغالبا ما كانت تسقط قبل أن تصل لنفاذ الوقود، وكانت أيضا أقل قدرة على المناورة من طائرات هوكر وهاريكان وسبيتفاير. وثبت هذا من خلال المواجهات الجوية
التي جرت في جنوب شرق إنجلترا. وفي المراحل الأخيرة من المعركة فقدت هذه الطائرة تفوقها في القتال الفردي، ويعود السبب في ذلك إلى إصرار غورينغ على مرافقة طائرة مسر شميت للطائرة القاذفة التي تم نشرها فوق إنجلترا. إذا تحدثنا عن طائرة بي اف 109 الألمانية، نقول إن خزانات وقودها هي نقطة ضعفها، فقد كانت قادرة على القتال 30 دقيقة فقط. كانت هناك ميزة للبريطانيين تتمثل في أن الطيارين الذين تسقط طائراتهم ويقفزون بالمظلات يستطيعون الطيران مرة أخرى، بينما يعتبر الطيارون الألمان أسرع حرب. عندما كانت طائراتنا تصاب كنا نقفز منها إلى أرضنا، أما الألمان فكانت طائراتهم تصاب فوق البحر أو فوق أرض تابعة لنا، وقد عانى البولنديون من ذلك لأن الناس كانوا يعتقدون أنهم من الألمان. لم نكن نكره الألمان مثلما كان البولنديون أو التشيك يكرهونهم، وأعتقد أن معنويات طياري الأسراب متعددة الجنسية كانت أفضل من غيرها، وعندما كانوا يذهبون إلى المعركة كانوا جديين أكثر منا. أعطى القائد الألماني غورينغ أوامره بالتركيز على المطارات بعد شعوره بتعاظم قوة المقاومة لدى القوة الجوية البريطانية، ولم يتنبه لمحطات الرادار التي كانت توفر للجانب البريطاني قدرة حاسمة في المعارك. وكان نظام الرادار المستخدم في معركة بريطانيا قد طور ما بين الحربين، وقد أثبت فعاليته ودقته بشكل كبير، فقد كانت المعلومات التي تجمع من قبل الرادار تمرر إلى غرفة العمليات، وفي هذه الغرفة تتجسد صورة كاملة لساحة المعركة أمام كبار الضباط على شكل لوحة تعين المواقع، وعلى ضوء ذلك تصدر الأوامر التي تمرر بدورها إلى مطارات القواطع ومن ثم إلى القواعد ليتم توزيع المقاتلات على الأهداف. وكانت الطائرات البريطانية تحمل أجهزة لبث الإشارات التي تحدد الطائرة الصديقة وتوجه الطائرة نحو الهدف المطلوب. فرح الطيارون جدا عندما شاهدوا كفاءة الرادار من خلال المعلومات الدقيقة التي كان يرسلها لغرفة المراقبة، وكان لسان حالهم يقول: أنتم حددوا مواقعهم ونحن نسقطهم. لقد كان الأمر هكذا بمنتهى البساطة، لأنهم كانوا واثقين من قدرة رجال الرادار وكفاءتهم في تقديم الدعم والمساندة اللازمة. كانت فرقة المراقبة البريطانية تعمل على الرادار وتراقب الأجواء باستخدام أجهزة تقليدية كالتلسكوب والمنظار العادي، وكانت هوائيات الرادارات واضحة فوق التلال. وقد تنبه الألمان أخيرا للدور الهام الذي لعبه الرادار باعتباره عين المعركة. وفي 12 من آب عام 1940 كانت محطات الرادار البريطانية هي الهدف، وشنت طائرات شتوكا هجمات صاعقة على هذه المحطات، الأمر الذي أدى إلى توقف بعضها عن العمل. كان توجه الألمان لضرب الرادارات توجها سليما، لكن التخطيط والتنفيذ كانا قاصرين، فالإصابات التي لحقت بمحطات الرادار البريطانية لم تكن حاسمة، لكن غورينغ استمر على نفس النهج الخاطئ
وأعطى أوامره بشن هجوم شامل على أن تكون الهجمة الأولى ضد المطارات الأمامية. إنه هجوم النسر. بالرغم من كل التهويلات التي رافقت الهجوم، إلا أن الطريق إلى النتائج المرجوة كان محفوفاً بالصعوبات والمشاكل. كان المفروض أن يبدأ الهجوم بعد 5 من آب، ثم أجل إلى 13. أعطي أمر جديد بالهجوم، ثم سحب بعد انطلاق المقاتلات بوقت قصير، لكن بعضها لم يستلم أمر الانسحاب. وفي اليوم التالي شنت القاذفات الألمانية هجوما على القواعد الساحلية في كل من شيرنس وإيست تشيرش، وأوقعت بها تدميرا كبيرا، إلا أن هذه القاذفات الألمانية تعرضت هي الأخرى إلى خسائر فادحة. وبازدياد حجم الخسائر في القوة الجوية البريطانية، تقلصت قدرتها على الاستمرار والتأثير في المعركة. يمكن القول إن القوة الجوية البريطانية تعطلت بشكل شبه كامل. لقد تعلمنا الكثير من الألمان. كانوا يعرفون الكثير عنا وعن طريقة تفكيرنا وعن خططنا القتالية. كانوا أفضل منا في إصابة الأهداف وفي اصطياد الطائرة التي تبتعد عن سربها. وفي الحقيقة لم نكن قادرين على توفير الدفاعات الفعالة لانشغالنا بالتنسيق فيما بيننا، ولكن الأمور تحسنت فيما بعد نتيجة للخبرة والممارسة القتالية في الأجواء. وباستمرار المعارك ازداد غضب الطيارين لإرسالهم في مهمات قوامها سرب واحد من الطائرات مقابل أسراب من طائرات الأعداء. اقترح الطيار المتميز دوغلاس باردر تكتيكا جديدا يتم بموجبه تجميع كل الطائرات المتوفرة في سرب كبير بدل الهجوم بأسراب متعددة. مكن هذا التكتيك قوات التحالف من السيطرة الكاملة على الأجواء في المراحل المتقدمة من الحرب، عندما تم توجيه الغارات إلى قلب الأراضي الألمانية. في معركة بريطانيا كان نجاح هذا التكتيك محدودا، فلم يكن الطيارون مستعدين للاشتباك مع طائرات العدو قبل التخلص من حمولتهم. كان الأمر يحتاج إلى وقت وصبر لإتقان هذا التكتيك. من البديهي عند المقاتلين أن كل طائرة تسقطها للعدو تسهم في ردعه، إلا أن الشعور مختلف لدى الناس المتضررين من القصف والاشتباكات الجوية، بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك. كانت القيادة البريطانية تدرك أن الوصول إلى مرحلة حرب الاستنزاف يعني خسارة بريطانيا للمعركة، وأن نقص الطيارين والطائرات له معنى مماثل، ولم يكن أمامها إلا الأمل في الانتصار نتيجة للصمود. فقد استمرت الغارات بشكل متواصل مدة 25 يوما، واستهدفت المطارات ومصانع الطائرات بهدف إخراج القوة الجوية البريطانية من ساحة المعركة. وعند نهاية شهر آب لم يبقى لدى سلاح الجو البريطاني سوى 350 طائرة قادرة على العمل، وأصبحت الهزيمة النهائية قاب قوسين أو أدنى. أحياناً تقع حادثة بسيطة بالصدفة فتغير مجرى الأمور،
ففي 24 من آب قامت قاذفات ألمانية بضرب أهداف أبعد من الأهداف المرسومة، وسقطت القنابل فوق لندن. إلا أن هذا الخطأ في تحديد الأهداف جاء في وقت حرج من الحرب، ولذلك كان من الطبيعي أن يرد البريطانيون. وبالفعل قامت القاذفات بأول غارة على برلين في 25 من آب من عام 1940 كرد على ضرب لندن. وقد أثارت الغارة البريطانية غضب أهل برلين الذين فوجئوا بقصف مدينتهم. إلا أن نجاح هذه الغارة كان محدودا جدا، فقد بلغ عدد الطيارين الذين أصابوا أهدافهم 29، بينما أسقط الباقون قنابلهم في مناطق بعيدة عن الهدف. ورغم أن الغارة لم تكن ناجحة، إلا أن نتائجها الاستراتيجية كانت هائلة. ونتيجة لهذه الغارة استشاط هتلر غضبا وأمر بقصف لندن، رغم أن القوة الجوية الألمانية كانت على وشك تحقيق الانتصار. ولما كان من المستحيل عدم تنفيذ هذا الأمر، فقد فقدت ألمانيا الفرصة الذهبية المتاحة بمجرد توجيه فعالياتها نحو لندن. لم يكن قصف الأهداف المدنية في الحرب العالمية الثانية ذا تأثير كبير، رغم أن بعض الهجمات كانت تسبب الخوف والقلق وتؤثر على الروح المعنوية، ولكن بشكل عام كان قصف المدن يغضب الناس ويجعلهم أكثر تصميما على الرد، ولذلك لم يكن هذا الأسلوب مقنعا، رغم أن سلاح الجو البريطاني انتهج هذا الأسلوب خلال الحرب العالمية الثانية. لقد أدى غضب هتلر إلى قيام غورينغ بأكبر خطأ تكتيكي عندما أمر قواته الجوية بتغيير أهدافها من المطارات والقواعد الجوية إلى لندن والأهداف المدنية الأخرى. أعطت رغبة هتلر في الانتقام ورغبة غورينغ في إرضاء هتلر أعطت القوة الجوية البريطانية الفسحة اللازمة لالتقاط الأنفاس، وأدت هذه الفسحة القصيرة إلى انتصار بريطانيا في المعركة. على الجانب البريطاني لم يتنبه رجال القوة الجوية البريطانية إلى أهمية الدور الذي لعبوه في تحويل مسار الحرب. لقد انشغلوا في البحث عن حلول للمشاكل التي كانت تعترض طائراتهم أثناء توجهها إلى برلين، وأفضل الطرق لعودتها سالمة، وكيف كانت تفضل الغارات الليلية بسبب وقوع خسائر كبيرة أثناء النهار. واستمر القصف الليلي طوال فترة الحرب. إذن كانت القوة الجوية البريطانية على وشك الانهيار، فحدثت المعجزة يوم 7 من أيلول. السابع من أيلول هو اليوم الذي قرر فيه القائد الألماني غورينغ توجيه القوة الجوية الألمانية إلى ضرب لندن بدل المطارات بأمر من هتلر نفسه، وقد أدى ذلك إلى تخفيف الضغط عن سلاح الجو البريطاني الذي كان بحاجة إلى وقت لإعادة تنظيم صفوفه بعد المعارك السابقة والخسائر التي لحقت به. ولو أن الألمان لم يغيروا أهدافهم لانهارت القوات الجوية البريطانية في غضون 2 أسبوع. لذلك يمكن القول إن هذا التحول كان حاسماً في تحقيق النصر البريطاني.
في حوالي الساعة الرابعة عصرا، ذكر تقرير للمراقبين أن هناك تحشدات للطائرات الألمانية، وبدا الأمر وكأن 1000 طائرة تتجه نحو الساحل الإنجليزي لضرب المطارات مرة أخرى. لقد غطت التشكيلة الألمانية حوالي 800 ميلا مربع من الأجواء، وتبين أنها متوجهة إلى لندن، وما هي إلا فترة قصيرة حتى انتشر الدمار في العاصمة البريطانية. جاء هذا الهجوم المفاجئ رداً على قصف برلين في 28 من آب، وبأمر من غورينغ الذي تلقى تعليماته من هتلر مباشرة. من أهم نقاط الضعف في طائرتي هاريكن وسبيتفاير عدم قدرتهما على اعتراض القاذفات إلا صدفة، فقد تدربنا قبل الحرب على الاعتراض الليلي. كان الجميع على قناعة بأن الطيران بالهاريكن وسبيتفاير رائع جدا، لكن تحديد الأهداف أمر آخر. فقد تبين وقتها أن الطائرتين غير قادرتين على رؤية أهدافهما، ولذلك قررت القيادة أن الاعتراض الليلي سيكون أمرا صعبا. ومن هنا جرت التجارب على دور الرادار في التعويض عن نقطة الضعف في الطائرتين. لقد فقد غورينغ بصيرته عندما غير أولوياته وحرف سلاح الجو الألماني بعيدا عن القواعد الجوية والمطارات والمصانع، وأعطى الفرصة لسلاح الجو البريطاني لإعادة ترتيب أوضاعه، كما أدى ذلك إلى إنعاش الطيارين الذين أصبحوا يقومون بطلعات أقل في كل يوم. وقد أخذ القائد الجوي المارشال دودينغ وقواته المنهكة الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس وإصلاح الأعطال في القواعد الجوية وفي مصانع الطائرات والبنية التحتية، واستطاع البريطانيون امتصاص آثار الهجمات الألمانية كالإسفنج. بينما كانت خسائر القوة الجوية الألمانية تزيد يوما بعد يوم، وخلال شهر أيلول أصبح التفوق البريطاني واضحا، وأخذت طائرات سبيتفاير وهاريكان تحققان نتائج جيدة. وبدأت الهجمات الجوية الألمانية تتحطم قبل وصولها إلى لندن الواحدة تلو الأخرى، ووصل عدد طائرات هاريكان وسبيتفاير التي أعيد تسليحها وتجهيزها 170، مع أن هذا العدد لم يترك أي طائرة احتياطية، إلا أنه كان كافيا للتعامل مع الهجمات الألمانية معاملة الند للند. جاء فصل الخريف ولم تتحقق توقعات غورينغ في القضاء على القوة الجوية البريطانية خلال فصل الصيف. وفي 17 أيلول تم التقاط رسالة سرية من القيادة الألمانية تتضمن أمرا بتأجيل غزو بريطانيا إلى موعد لاحق، وهذا يعني أنه أمام الإخفاقات المتتالية للقوات الألمانية لم يكن أمام هتلر إلا أن يؤجل الغزو، وكانت هذه إهانة لغورينغ الذي لام الجميع على ما حصل إلا نفسه. إن الحديث عن الصمود البريطاني بعناوين عريضة لا يعبر عن حقيقة ما جرى في هذه المعركة، فالإقدام والشجاعة للطيارين والمقاتلين والاشتباك مع العدو الذي يتفوق عليهم في العدد والعدة والانتصار في النهاية
أمر يستحق الإعجاب والثناء. أعتقد أن السبب الآخر الذي أدى إلى هذه النتيجة والذي يجب أن يذكر هو قرار غورينغ بتحويل هجمات الطيران الألماني من المطارات والقواعد والطائرات إلى قصف لندن والأهداف المدنية في 7 أيلول من عام 1940. ولذلك فإننا نكون منصفين إذا قلنا إن بريطانيا لم تربح المعركة إلى هذا الحد كما خسرتها ألمانيا. ويقول الدكتور نايل بار: إن عوامل النصر البريطاني متنوعة، وأول هذه العوامل هو دور سير هاغ داودينغ وجهوده في بناء القوة الجوية وتحويلها إلى هيئة قوية وتزويدها بأحدث الطائرات وتطوير الرادار. وبالإضافة إلى ذلك هناك القدرة القتالية للطيارين الذين صمدوا في هذه الحرب رغم الضغط العنيف الذي استمر عدة أشهر. ويقول جون يونغ: إن توزيع المهام على الخارطة أمر مثير للإعجاب، أما موضوع معرفتنا المسبقة بخطط الألمان فستبقى مثارا للجدل، ولكن دعني أعبر عن وجهة نظر إزاء هذا الموضوع. أعتقد أنه كان للإنجليز عميل برتبة عقيد يعمل في القيادة الألمانية العليا، وربما وفر ذلك العميل معلومات جيدة عن خططهم. لقد استمرت سلسلة الغارات الليلية على بريطانيا حتى ربيع عام 1941 وسببت الكثير من الخسائر. كانت القيادة البريطانية تدرك أن الوصول إلى مرحلة حرب الاستنزاف يعني خسارة بريطانيا للمعركة، لكن بريطانيا في النهاية ربحت المعركة.